إذا أنت من محبين لعبة جي تي إيه أو الحياة الواقعية أو ألعاب العالم المفتوح، تسرق سيارة، بتلعب كرول بلاي شخصيات معينة، فصديقي صدقني أنت في المكان مو المناسب، أنت في المكان الصح والوقت الصح وكل شيء صح في الحياة هذه، اللي هي لعبة إيفريوير. لعبة إيفريوير من أكثر الألعاب اللي الناس قاعدة تنتظرها، مو عشانها إيفريوير أو عشانها حياة واقعية أو أي شيء بيحمسك، لا، لأن الشخص اللي ماسك اللعبة هذه هو نفس الشخص اللي تسبب في نجاح لعبة جي تي اي بآخر جزء لها حتى طور الأونلاين. أنا عارف أنك متحمس مولع دحين، تبى تعرف كل شيء عن اللعبة دي، صدقني أنت في المكان الصح، لأنه أنا عارف تفاصيل اللعبة هذه وبدأنا نغطيها من 2018-19 تقريبا وإحنا بنتكلم عن اللعبة دي. لكن هنتكلم كمان عن كل شيء بيخص تفاصيل المؤتمر الأخير لجيمز كوم، اللي صراحة صدمني بكمية الإعلانات اللي موجودة فيه. يعني ظهور كوجيما المفاجئ، أنا لما شفت كوجيما قلت أيوة دحين حنشوف لعبة بي تي، دحين حنشوف لعبة سايلنت هيل، دحين حنشوف اللعبة اللي هو شغال عليها، أي شيء من الكلام اللي طالع عنه في الفترة الأخيرة والألعاب اللي هو شغال عليها، مرة مع الإكس بوكس، مرة يقولوا مع بلاي ستيشن، لكن للأسف كل الموضوع طلعوا ما فيه، إنه يا جماعة ترى عندي بودكاست حيبدأ في سبتمبر إن شاء الله باللغة الإنجليزية واللغة اليابانية، وحاب انكم تشوفون البودكاست حقي وتسمعون معلش البودكاست حقي. وطبعا انا شغال على لعبة، واول شيء قال شغال على لعبة وبعدين سوى سكيب وتكلم عن سبوتيفاي وبس، والله جيف كيلي مظبطه، ما عليه، نروح للي بعده. برضو واحدة من الأشياء الجميلة اللي تم الإعلان عنها اللي هو كنترول، خلينا نقول يشبه كنترول الإليت اللي موجود عندنا على أجهزة الإكس بوكس. فكرته بكل بساطة أنك أنت حتقدر تغير عندك الأزرار، أو خلينا نقول أنالوج، أو البعض اللي بيسميها القراميع، المهم تقدر تغيرها، تقدر تخصص في اليد هذه بروفايل خاص فيك، تقدر تعدل على الأزرار، تسرع من الانالوج، الامور هذه كلها تحصلها في البروفايل الخاص فيك، وبحيث انه خلاص يرتبط باسمك زي ما بيصير عندنا في يد الاليت وحتى بعض الكنترولات او الايادي اللي نزلت برضو كمان على اجهزه البلاي ستيشن. الواجب ذكره لو تلاحظون في 3 ازرار تحت، نفس اللي موجود عندنا برضو فكره الاليت، اللي هو بيتحكم لك بالتريجر الR2 والL2، مدى استجابتهم او خلينا نقول المساحه اللي تستجيب فيها وقت الضغط. فالعاب الشوتر يفضل انك انت تخليها مره قصيره على اساس تكون طلقتك بسرعه، فالعاب مثلا زي السيارات خلينا نقول مثلا ما تحتاج انك انت تكون سريع بقد ما انه تحتاج تتحكم بسرعه السياره براحتك، لانه اغلب اللعب يكون على الR2 والL2، فبالتالي حاجه جدا ممتازه. واخيرا بلاي ستيشن سووا شيء خلينا نقول ينافس الإليت على الإكس بوكس، هذه برضو نفس الفكرة تقريبا لكن على البلاي ستيشن. وطبعا للأسف ما احنا عارفين كنترول الدول سنس إج هذه متى حتنزل، الله أعلم، ولا حتى سعرها. لعبة هاي أون لايف من أكثر الألعاب اللي كلنا متحمسين لها، وشوفنا لها تريلرات كثير، وبتجينا من نفس الشخص اللي كتب عندنا لعبة مسلسل ريكام مورتن، فبالتالي بتلاحظون فيه تشابه كبير جدا. اللعبة إن شاء الله حتنزلوا بشكل حصري على أجهزة الإكس بوكس في يوم 13 ديسمبر من هذه السنة. برضو من الألعاب الجميلة اللي تم الإعلان عنها واللي هي لعبة سونيك فرونتير، خصوصا أنه سونيك ناجح كسلسلة أفلام في الفترة الأخيرة، والآن راجعين بجزء زي ما انتم ملاحظين عالم مفتوح بيقدم لنا مغامرات جديدة لسونيك. الواجب ذكروا اللعبة حيتم إصدارها على جهاز الإكس بوكس سيريس إكس الإس عند الإكس بوكس 1 الجيل اللي راح، بلايستيشن 4 5، برضو حتى كمان على النينتندو سويتش، وما ننسى طبعا ملاك البي سي على منصة ستيم. قولوا لي رأيكم، وأكيد دام نحن نتكلم عن شيء بيضحك وفيه استهبال او كوميدي، اكيد بنتكلم عن لعبه جوت سيميليتر، واللي في الجيم بلاي الجديد الخاص فيها بيبين لنا كل الحركات اللي تضحك في اللعبه. اللعبه ان شاء الله حيتم اصدارها برضو كمان على الجيل الحالي والماضي والحاسب الشخصي في يوم 17 من شهر نوفمبر من هذه السنه. كيلر كلاون فروم اوتر سبيس ذا جيم، لانه انا قلت لكم في البث المباشر يا جماعه الخير، انا متاكد انه هذا فيلم قديم من فتره طويله نزل، ماني صراحه انا عارف الفتره بالضبط، لكن اتوقع انها في التسعينات في الثمانينات شيء زي كذا. المهم الفيلم غريب، انا ما تفرجته، متحمس اني اتفرجه صراحه، لانه الكلاون او المهرجين اللي انتم شايفينهم عباره عن مخلوقات فضائيه جات على الارض، واللي واضح لنا من الجيم بلاي اللي احنا شفناه في ناس حيلعبوا بالكلاون وفي ناس حيلعبوا بالبشر، لانه مالتي بلاير ما هو كوب تعاوني. فاتوقع بحكم انه المخرج قد اشتغل قبل كذا على لعبه فرايداي او لعبه المجرم المعروف جيسون، فبالتالي ممكن يكون في تشابه كبير بينه وبين هذه اللعبه اللي هو زي ديد لايت والالعاب هذه اللي تحسوها ماخذه نمط ناس وحوش وناس
خلينا نقول شاردين أو شيء زي كذا. المهم البيت إن شاء الله تقدر تسجل فيها الآن في موقعهم killerclown.com، لكن اللعبة واضح أنها حتنزل في بدايات سنة 2023. لعبة Fear Effect Reinvented بنسخة ريميك ترجع لنا ولأول مرة بعرض لطريقة الجيم بلاي. هذه اللعبة ممكن بعضكم حيقول دقيقة إيش دي اللعبة؟ غريبة. يب غريبة. أنا أفتكرها صراحة من قبل 22 سنة زي ما هم حاطين الشباب عندنا في الموقع يعطيهم الصحة والعافية. اللعبة قديمة لها جمهورها الخاص اللي من ذيك الفترة، أكيد أنه مفتكر هذه اللعبة عشان كذا أنا حطيتها في مقطعنا اليوم. طبعا اللعبة تم الإعلان عنها من سنة 2017 وما عاد شفنا شيء لها، والآن بنشوف الجيم بلاي الخاص فيها. والمفترض أن اللعبة تنزل لأجهزة البلايستيشن 4، الإكس بوكس 1 والحاسب الشخصي، بس ما وضحوا إيش كمان من أجهزة حتنزل، غير أنه حتنزل على أو بعدين يعني حنتكلم على الموضوع. فكرة اللعبة بكل بساطة أنه في واحدة اسمها واي مينغ لام ابنة رئيس هونغ كونغ تنخطف، وهنا يبدأ دور الثلاثي المرتزق هانا وغلاس وديك في محاولة انهم يدورون هذه البنت، وتبدأ من هنا المغامرة. متى حتنزل ما ندري، بس كاتبين انه خلال هذا السنة، مو خلال هذا السنة يعني في وقت قريب اكثر مما انت تتخيل، متى ما اعرف. وننقل يا جماعة الخير من ابن الزعيم كوريا او هونغ كونغ، وندخل في واحدة من الالعاب اللي الكل متحمس لها واللي ما اخذ الفكر كذا، خلينا نقول الصيني، وير وايند ميت. ما ادري ليش احس اسم اللعبة دي شوية كذا صعب سعر. العموم اللعبة اللي تشوفينها قدامكم صراحة من الألعاب اللي تحمس الواحد يتكلم عنها كثير، الرسومات، طريقة الجيم بلاي، الأشياء اللي موجود فيها، وأعتقد أنتم شايفين تحسوها كأنها ماخذة من توم برايدر، إنشارتد، على سكيرو، على بلودبورن، على تنشو لو أنتم فاكرينها أيام زمان. يعني ألعاب كثير جاية في وقت واحد في هذه اللعبة اللي أنا صراحة مرة متحمس لها وصار يستهويني ذا الستايل من اللعب، اللي أتمنى الصينيين فعلا يبدعوا ويبانوا في الفترة الجاية لأنه ألعابهم كل ما لا قاعدة تحمسنا، لكن ننتظر نجربها على أرض الواقع. أتوقع في كلام كبير وكثير حتكتبوا لي تحت عن هذه اللعبة. ما في معلومات للأسف كثير عن اللعبة وتفاصيلها، إن شاء الله لو جاني أي شيء تأكدوا حشارككم إياه في اليومين الجاية. لازلنا مع الصينيين وهذه المرة مع لعبة باسم وو لونغ فولن داينستي. طبعا هذه اللعبة بتجينا من نفس الاستوديو اللي طورنا قبل كده لعبة نوه لو انتم فاكرينها، بس الفرق بينه وبين نوه انه نوه اخذت خلينا نقول الفكر او الحقبة اليابانية، بينما هذه ما اخذها الحقبة الصينية. احداث اللعبة زي ما قلنا في الصين، اسلوب اللعب او القتال مستوحى من القتال طبعا الصيني، قدرات سحرية حتكون عندك تقدر تطورها وتتوسع مع الوقت، حيكون في عندك زر للقفز، ما في زر استمنة، فالناس اللي تعودت على نوع انه زر الاستمنة مبهذلهم هنا ما راح يكون موجود. اسلحة متعددة بمهارات طبعا مختلفة، نظام قياس المعنويات، وهذه اكثر ميزة صراحة حمستني في اللعبة دي، لانه وقت ما تتقاتل مع الاعداء اللي قدامك اذا المعنويات حقتك اقل من اللي قدامك ففي الغالب حتتعب معاه عشان تقتله، والعكس كمان صحيح. يعني كيف ترفع من المعنويات حقتك او نفسيتك تكون ممتازة داخل اللعبة للشخصية نفسها انك انت تقتل الزعماء، فبالتالي معنوياتك ترتفع، فلو مت حيصير العكس يا صاحبي، معنوياتك حتنخفض، فهذا هو التحدي اللي اللاعبين حيخوضوه. صراحة أنا أشوفه أجمل من الاستمنة وبيحاول يخلي الواحد أنه ما يموت وقدر الإمكان يحافظ على حياته. نقطة مهمة بالنسبة للقدرات السحرية، غير أنك أنت حتستخدم السحر والأمور هذه كلها، لا حتقدر كمان تجيب أو تستدعي وحوش ومخلوقات برضو كمان مستوحاة من الفولكلور الصيني مثل التنين وغيرها من الأشياء اللي شفناها في التريلر. اللعبة المفترض انها تنزل على اجهزة البلايستيشن والاكس بوكس والحاسب الشخصي في وقت ما خلال سنة 2023. The Lord of the Fallen للجيل الجديد، وهذا هو العرض اللي انتم شايفينه قدامكم. اللعبة تعتبر خلينا نقول ريبوت او اعادة تصور للعبة فولن، يعني خلينا نقول حتى احداثها بتصير بعد 1000 عام تقريبا من الجزء اللي نزل قبل كده او الجزء
الأول. عالم واسع كبير مترابط بأكبر تقريبا بخمسة مرات من اللعبة الأصلية. التجربة تعتبر طبعا RPG أكشن مليئة بالمهام اللي بتخص حتى شخصيات NPC اللي حيفيدوك كثير، وحيكون في طبعا قصة وسرد غني. تحتاج طبعا تضبط بطلك الخاص عشان تقدر تستمر في هذه الملحمة، لكن تقدر برضو تستخدم، ممكن تخلي أحد من أصحابك يدخل معاك في اللعبة ويساعدك في عالم اللعبة. تحسبون بس هذا اللي عندنا اليوم؟ والله الله يعينكم على المقطع ذا، يعني صراحة جدا دسم. فقبل أن نكمل يا جماعة الخير، حاب أذكركم بس تضبطون عاد بالاشتراك واللايك والنشر، يعني أنا حبيت أدخل فيكم كذا عرض على طول عشان من جد نولع الحماس فيكم. ولا تنسوا تضبطون عاد بتعليقاتكم تحت، خلونا نقرأ كذا شيء يضحك ورهيب وممتع في نفس الوقت. نرجع نكمل يا جماعة الخير هذه المرة مع لعبة باسم Lies of B. لعبة صراحة تشبه لحد ما لعبة Bloodborne، وحتى على كلامكم انتوا وقت ما كنتوا تتفرجوا الستريمينج قلتوا انه المطورين قالوا بنفسهم احنا مستوحين لعبتنا من لعبة Bloodborne. فراح نلاحظ ان الشخصية اللي بنلعب فيها حتى اللي حسيته كذا ما ادري ناعم بزيادة، ماني عارف ليش صراحة، بس المهم انه عنده سلاحين بيستخدمها، سلاح السيف اللي في اليد اليمين ويده اليسار اللي معدل عليها ميكانيكيا لدرجة انه تقدر تغير كل شوية في الاسلحة اللي في يده على اليسار. مرة شفته انا في الجيم بلاي المطور اللي نزلوه جماعة IGN 12 دقيقة تقريبا، واضح انه تقدر تحط حتى كأنه لانشر بترميه على الشخصيات اللي قدامك، اللي لاحظت كلهم تحسهم كذا كأنهم ميكانيكال، وكأنه في شخص عبقري حولهم او صنع هذه الالات اللي الملاحظين مليانة في عالم اللعبة. واضح ان اللعبة من النوع الصعب، وكل الألعاب تقريبا تكلمنا عنها في الفترة اللي راحت أو قصد في ذا المقطع تحسها مستهدفة جمهور السولز ومحبين ألعاب السولز وفروم سوفتوير. أتوقع هذه جوكم وأجواءكم. اللعبة إن شاء الله حتنزل في سنة 2023 بدون ما يحددوا تاريخ معين لها، ومن المفترض أنها تنزل كمان على أجهزة بلايستيشن والإكس بوكس على حسب ما شفنا، وبالتحديد حتى الجيم باس. ودام تكلمنا جماعة الخير عن عالم الخيال والأشياء الغريبة، شيء طبيعي حنتكلم كمان عن لعبة هوغوارت ليجاسي، واللي مستوحاه برضو من لعبة أو من مسلسل أو خلينا نقول رواية هاري بوتر. من التريلر الجديد واضح التركيز على القصة مع عرض بعض الأشياء الجديدة اللي ممكن نشوفها أول مرة في عالم اللعبة، بس بشكل عام أتوقع كلنا صرنا حافظين اللعبة دي ومتحمسين نجربها. ولا ننسى كمان أنه آخر شيء سوقوا لي موضوع نسخة الديلوكس أو النسخة خلينا نقول العالية والميزات اللي موجود فيها. ما يهمنا، يهمنا صراحة موعد تاريخ صدور هذه اللعبة واللي أتغير، واللي كان من المفترض في أكتوبر هذه السنة في شهر 10، لكن للأسف تأجل اليوم 25 من شهر فبراير اللي هو يوافق شهر 2 من السنة الجاية 2023. وانتوا طيبين، ما عندنا مشكلة في التأجيل، أهم شيء تطلع اللعبة نظيفة، وهذا الشيء اللي أنا صراحة حسيته وأنا قاعد أشوف التريلر. سكارز أبوف، حتى اسم اللعبة صراحة غريب انه الندبات فوقنا او شيء زي كذا، ما علينا. اتوقع انه اللعبة كذا كأنها مستوحاة من فكرة، عارفين الصناديق ذي اللي فجأة قاعدة تطلع، او زي الابراج فجأة قاعدة تطلع في العالم، وفي ناس يقولوا فجأة طلعت، وفي ناس يقولوا لا في رسام حطها. المهم انه احسها مأخوذة من نفس هذه الفكرة، لكن هذه المرة زي كأنه مركبة فضائية بتجي فوق كوكب الارض بشكل كذا اهرامي، وبعد كذا بتصير اشياء غريبة، هذا اللي انا فهمته. وبعد كذا طبعا كل اللي عليك انك انت بتحاول تكتشف ايش اللي قاعد يصير بالضبط في العالم. اللعبة المفروض انها تنزل على جميع الاجهزة المنزلية، الجيل القديم تقريبا والجديد، ما انا متأكد من الاكس بوكس ولا انه ما هم كاتبين، بس المهم كمان على اجهزة البي سي. ما العب صراحة اللي انا متحمس لها لانه احب الافكار الغريبة اللي زي كذا. دام تكلمنا على الافكار الغريبة لازم نتكلم كمان على لعبة دون، او اللي مستوحاة من رواية دون باسم دون Awakening. طبعا اللعبة هذه واضح صراحة انه حتكون جدا حماسية لانها من فئة العاب تبادل الادوار، او خلينا نقول مالتي بلاير ماسيف اونلاين او ماسيف مالتي بلاير اونلاين، يعني خلينا نقول زي فكرة العاب عالم مفتوح بيكون فيها لاعبين اونلاين جدا كثر، زي طريقة لعبة إلدر سكورل اونلاين، وورد اوف ووركرافت. الالعاب دي تعتبر العاب MMO لكن مبني على دون. انصحكم تشوفون الفيلم اللي نزل في الفترة الاخيرة واخذ اتوقع كثير من جوائز الخدع البصرية بالتحديد، شيء صراحة جدا اسطوري، وجدا متحمس للجزء الثاني. واتوقع انه هذه السلسلة ماشية على نفس نمط مثلا سلسلة افلام ستار وورز، فواضح انه موعودين بأجزاء كثير في الفترة القادمة. الفيلم لو تفرجته حتفهم موضوع الدودة، وحتفهم موضوع الغبار هذا اللي هو حرفيا عبارة عن بهارات
والقتال كله سارع البهارات، وإحنا كعرب من أكثر الفئات المؤثرين في العالم هذا، فأنصحكم بالفيلم يا جماعة الخير. حاليا تقدر تسجل عشان تدخل في البيتا، واللعبة حيتم إصدارها على أجهزة البلايستيشن 5، الإكس بوكس سيريس إكس وإس، وبرضو كمان أجهزة البي سي. لعبة أتلس فولن، يمكن يعني كثير من التريلر ذا لاحظناه كان عبارة عن مقطع سينمائي، لكن تقريبا في النهاية بدوا يركزوا على طريقة الجيم بلاي، واللي على قولة الشباب في الموقع عندنا بيذكرنا بشكل كبير جدا بلعبة مونستر هنتر، لكن طبعا اللي واضح انه مركزين على الصحراء ومركزين على الاشياء دي. اللعبة تقدر تاخذها دحين كبري اوردر او تحطها في الويش ليست حاليا، والمفترض انها تنزل في سنة 2023. عاد مدري، قولوا لي رايكم. عرض جديد للعبة اوتوميك هارت، اللي تحسها كذا لعبة صراحة جدا غريبة ومنت قادر تفهمها كويس. اللعبة هذه كثير من الكلام طلع عنها حتتأجل، لكن من الواضح وحسب الاستوديو انه لا، اللعبة مصممين انها حتنزل خلال هذه السنة، من المتوقع أن يكون في شهر نوفمبر أو 11 القادم. عاد اعتقد انتم شايفين بنفسكم كيف الوضع مرة غريب مع اللعبة هذه، اللي ما ادري، سايبر بانك على ميترو على اللعبة الغريبة برضو اللي حتنزل كمان على الاكس بوكس في الفترة القادمة، ما ادري، فول اوت، اشياء كثير تجبالي، فما ادري انتوا ايش رايكم. لعبة اندر ذا ويف، واضح من اللعبة فكرتها في اعماق البحار، قاعد في يعني في حاجة غريبة، المهم انها صارت في اعماق البحار، واكثر شيء يجذبني كمان اللي هو موضوع القصة بشكل عام. طبعا بتجينا من نفس المطور اللي اشتغلوا على هيفي رين قبل كذا لو انتم فاكرينها بالضبط، فبالتالي شيء طبيعي بتكون القصه فيها اكيد عنصر جذاب جدا فيها، اللي انت بتحاول انك تكون على قيد الحياه بس في نفس الوقت تحاول تفهم ايش اللي قاعد يصير. نبدا يا جماعه الخير، ندخل دحين في الاشياء المهمه والحماسيه صراحه. عندنا لعبه جوثام نايت، تريلر جديد، لكن في شيء جذبني فيه اللي هو هارلي كوين ايش قاعد تسوي في لعبه جوثام نايت. متحمس للعبه هذه اكثر شيء لانه كوب او تعاون، خلينا نقول، ونستكشف وقصه جوثام خصوصا بعد على كلامه موت طبعا باتمان. لا تتوقع انك حتشوف شخصيات مثلا زي الجوكر او شيء زي كذا، بقد ما حنشوف شخصيات ممكن تكون ثانويه او حتى ممكن تكون بعضها مهمه ولها علاقه اكيد 200% باختفاء باتمان وبالاشياء اللي قاعد تصير بشكل عام. على كلامهم في مفاجآت لسه ما شفتوها، فجدا متحمس ابى اشوف جماعه روك ستدي ايش عندهم مع هذا الجزء. اللعبة من مفترض انها تنزل في يوم 25 من شهر اكتوبر الجاي، لكن حسب الاعلان اللي احنا شايفينه قدموها تقريبا 4 ايام، فبالتالي حيصير في يوم 21 من نفس شهر اكتوبر. ذا كاليستو من اكثر الالعاب اللي انا متحمس لها، شفنا تريلرات لها يعني في الفتره اللي راحت، برضه هذا كمان تريلر جديد. طبعا لازم تحطون بالكم اللعبه حتنزل على اجهزه البلايستيشن 5، الاكس بوكس سيريس اكس والاس، والحسب الشخصي في يوم 2 ديسمبر من هذه السنه، فاللعبه جدا قريبه. اذا انت شايفه تتشابه مع ديد سبيس شيء طبيعي جدا، لانه اللي ماسكها اصلا كان شغال على لعبه ديد سبيس ومن المطورين الرئيسيين. لكن الاختلاف الرئيسي اللي انا لاحظته في اللعبه انه الشخصيه تحس كانه في عنده قوه من نوع ما، بيسحب الوحوش، بيبعد الوحوش، كانوا عارفين شخصيه دارك فيدر في ستار وورز نفس الفكره تقريبا، لكن ما نقدر ننكر كميه الدمويه اللي موجود في اللعبه. ودام تكلمنا عن الدمويه يا جماعه الخير، شيء طبيعي حنتكلم عن لعبه ذا اوت لاست ترايل. اخيرا وبعد صمت وفترة طويلة من السكوت رجعت لنا اللعبة بتريلر جديد بيوضح لنا عالم اللعبة، واللي واضح انه فيها 4 لاعبين حيلعبوا. اتمنى يكون ما له علاقة بالفي ار، انا ما ادري ليش فاهم كذا، بس الشخصيات لو لاحظنا بيلبسون شيء على عيونه، متوقع هذا نوع من انواع الاختبار اللي قاعدين يسووه على هذول الناس، لانه احداث اللعبة بكل بساطة بتصير تقريبا بريكول قبل الجزئين اللي نزلت، فمعناته شيء قبل، وانتم عارفين الشركة الخبيثة اللي موجودة في اللعبة قد ايش انها قاعد يسوي تجارب على اساس في اهداف معينه بيوصلوا لها، ممكن تكون اسلحه بس بانهم يتحكموا بالناس. على العموم اللعبه حيكون في لها بيتا مغلقه، حتفك ان شاء الله في يوم 28 من شهر اكتوبر الجاي، وحتقفل تقريبا في شهر نوفمبر من السنه هذه، او يوم واحد بالتحديد. قبل كذا قالوا انها حتنزل خلال هذه السنه، الان ما في اخبار معينه ولا حتى في شيء واضح على اي اجهزه حتنزل اللعبه. اوتلاست من الالعاب اللي قصصها جدا رهيبه يا جماعه الخير وتحتاج لها تركيز. ودام تكلمنا عن الرعب فشيء طبيعي حنتكلم عن مفاجاه هذا الايفنت الكبيره بالنسبه لي، واللي هي لعبه ديد ايلاند بجزها الثاني، اللعبه اللي حرفيا ولا 1% كان احد متوقع انه هذه اللعبه حترجع، خصوصا بعد المشاكل واجهت الاستوديو والغاء
ارائهم تطوير اللعبه. ان شاء الله حيتم اطلاقها على جميع الاجهزه المنزليه الحاليه بالاضافه لاجهزه الحاسب الشخصي في يوم 3 من شهر فبراير للسنة القادمة. يا ساتر يا جماعة الخير، كمية الأخبار اليوم أتوقع أنتم شايفين بنفسكم، وأنا ماني عارف حتى كم دقيقة والله. نخش في المهم يا جماعة الخير، واللي أغلبكم داخل عشان الموضوع ذا، واللي هي لعبة Everywhere. لو شفتوا تريلر بتذكرنا بشكل كبير جدا بلعبة فورتنايت، على نفس الأسلوب، نفس الرسم، نفس العالم تقريبا، هو ذا اللي إحنا شفناه. هل هذه اللعبة معقولة يا أحمد؟ أزعجتنا وأزعجت جد جدا عليها. ريلاكس، خليني افهمك شغله جدا مهمه. نهايه التريلر لاحظنا انه اللعبه تغيرت الى رسم حقيقي، وهذا بيتطابق بشكل كبير جدا مع التسريبات اللي طلعت في الاسابيع اللي راحت، انه اللعبه حتجينا بنوعين من الرسم، نوع كرتوني ونوع حقيقي او واقعي او يعني في ريل اكثر. وهذه الجزئيه اللي احنا شفناها في النهايه مع البطل ده اللي كانه يشبه بطل حرفيا مافيا بالجزء الاخير. الواجب ذكره، ايش فكره اللعبه دي؟ ايش الشيء اللي يبغوا يوصلوه جماعه روكت بوي من هذه اللعبه؟ خليني اوصل لك نقطه جدا مهمه. اللي خلف اللعبه هذه ليزلي بينزس. من هو ليزلي بينزس؟ شخص انضم مع جماعه روكستار جيمز بالتحديد ابتداء من الجزء الثالث، خلينا نقول بدا يوضح شغله على سلسله جي تي اي الاولى والثانيه من سلسله جي تي اي. كان منظورها شخص اول، في الجزء الثالث صار منظورها شخص ثالث، لانه ليزلي دراسته برمجيه اكثر. الاخوان هاوسر اللي هم أصحاب روكستار هذولا في الغالب واحد يداري والثاني بيكتب القصة أو بيكتب القصص، اللي هو دان هاوسر واللي مشي في سنة تقريبا 2019 أو 20، وتكلمنا عن هذا الخبر قبل كذا. ليزلي قدر يحول اللعبة لمنظور شخص ثالث، وقدر بعد كذا في كل مقابلة بس اللي جي تي اي سواء الثالث الرابع الخامس إلى عندكم آخر جزء اللي هو جي تي اي 5 طور الأونلاين، كان من فكرة برضو ليزلي، هو اللي حط الأونلاين، حطه بذي الطريقة، حطه بذي الفكرة. وشايفين أنتوا الأونلاين فين وصلوا، كيف أغلبكم قاعدين يلعب الحياة الواقعية أو إلى آخره في عالم جي تي اي. طيب ليزلي هل ما زال مع روكستار؟ لا يا جماعة الخير، صارت مشاكل ما نعرف كيف انتهت، المهم انتهت شكلها على خير. الآدمي مشي من الشركة بعد ما كان يعتبر زيه زي الأخوان هاوسر مؤسسين للشركة من قوة، إنه فعلا ماسك أشياء جدا كثير بما فيه الاستوديو الرئيسي روكستار اللي موجود في نيويورك. الآن طلع من 2019 سواله استوديو جديد باسم روكت بوي، ضم كثير من المطورين المعروفين من أشهر الاستوديوهات في عالم الألعاب بشكل عام، وصاروا معاه يشتغلوا غير الناس اللي موجودين في روكستار اللي كثير منهم طلعوا وكمان صاروا شغالين معاه. فبالتالي هذه اللعبة بتجينا من واحد يعتبر الأب الروحي حرفيا، أنا أشوف وجهة نظري لجي تي اي، لكن هذه المرة في لعبة خاصة فيه. طيب إيش هي لعبته يا أحمد بالضبط؟ ميزاتها، ميزات اللعبة بكل بساطة يا جماعة الخير إنه عالمها يتمدد يكبر، ما هو عالم يعني زي ما تقولوا خلاص هي خريطة واحدة وانتهى الموضوع. أتوقع هذا النكست ليفل أو هذا المستوى الجديد في ألعاب العالم المفتوح. الشيء الثاني والمهم والأهم، تطبيق الحياة الواقعية بحذافيره. بكل بساطة حتقدر تعيش بشخصيتك داخل اللعبة. قلت الكلام ده أنا تقريبا من تغطيتي للعبة من 2019، يعني أنت الآن بين أصحابك مثلا في جروبكم أو في شلة أصحابكم، خلينا نقول واحد نكدي، واحد دائما يضحك، دائما ينكت، واحد دائما يحب يلعب، واحد دائما يتابع كورة. كل شخصية بتقدر تفهمه بناء على العشرة والعيش الملح اللي بينكم، فبالتالي كل واحد مميز بهويته أو بكينونته. خلينا نقول اللي حيصير في لعبة Everywhere نفس الشيء، يعني لدرجة حتعرف انه هذا والله فلاوي، هذا والله يحب الشغل، هذا والله ما ادري ايش، كيف ما اعرف. لكن هذا الوصف اللي قالوه قبل كذا، وهذا اللي رجعوا اكدوا عليه حتى في المقطع الاخير لهم، انه حتقدر تعيش داخل اللعبة بشخصيتك بهويتك، حتبان. ما حيكون الموضوع بس عبارة عن زي جي تي اي مثلا الكل ساير شرطي، الكل ساير مثلا يسوي مهام معينة، لا هنا حيكون الوضع في حرية اكبر. كلام كبير، كلام حتى ما هو مفهوم للأمانة. هذا اللي خلينا متحمس على Everywhere، فكرتها الجديدة، الناس اللي شغالين عليها، والأهم من هذا كله ليزلي بينزس وقضيته الكبيرة اللي صارت مع روكستار، لأنه ما هو شخص عادي يا جماعة الخير، حرفيا هذا يعتبر كان روكستار، كان يعتبر جي تي اي. فبالتالي لا تستغربون الحماس اللي احنا متحمسين له. اللعبه قابلت كثير من المشاكل، اشتغلوا قبل كده على محرك امازون، تغير لانريل انجن، كلنا نعرفه انها المفترض انها تنزل في وقت ما خلال السنه الجايه.
متى موعده يا جماعة الخير؟ ماني متأكد صراحة إذا كان خلال هذه السنة، لكن أتوقع خلال السنة القادمة. حتأكد من المعلومة ذي وحنتكلم عن تفاصيل أكثر وقت ما تتوفر في الفترة الجاية، فخليكم قريبين مني. وأتوقع اللي متابعني كويس بيعرف كم لي وأنا أتكلم عن هذه اللعبة اللي أرجع أكرر يا جماعة الخير أنها تجمع ما بين عالم الديجيتال وعالم الواقعي على حسب وصفه. وكذا يكون وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم، أتمنى إني كفيت ووفيت. نشوفكم إن شاء الله في مقاطع قريبة ثانية. كان معكم حبرون من قناة فيديو جيم فور عرفس. زبطونا على الاشتراك واللايك والنشر. مع السلامة.